فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول: أنا شاب عندي رغبة شديدة في تعلم العلوم الشرعية، ويقول: وقد بدأت بحمد الله بحفظ بعض المتون كألفية ابن مالك وغيرها من المتون، ولكني لم أحفظ كتاب الله ولا أستطيع جمع بينهما. ويقول: وقدمت حفظ متون اللغة كي أصون لساني عن اللحن في كتاب الله، وتوقفي فهم كثير من أحكام القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم النحو واللغة. وحيث أني أبلغ من العمر ما يقارب 27، فإني أخشى إن بدأت بحفظ القرآن أن لا أتمكن من حفظ غيره من المتون لتقدم السن. هذا وبالله التوفيق. الذي أرى لهذا الأخ الملتزم أن يبدأ بحفظ القرآن، لأن القرآن ترجع إليه كل الأمور، ونزلنا عليه في كتابه تبيانا لكل شيء. وحفظ القرآن إن قام يتلوه فله في كل حرف 10 حسنات، وإذا كان يتلوه بتدبر وتفهم للمعنى ازداد إيمانه. والمتون التي أشار إليها من متون العلم كالألفية وغيرها، هذه يجعلها أخيرا. فالذي أنصحه به أن يبادر بحفظ كتاب الله عز وجل قبل كل شيء.